أهلا بكم مجددا في حقوق الناس لهذا الأسبوع، وفيه نسلط الضوء على الملفات الحقوقية التالية. في اليمن، الصحة العالمية تحذر من تأثير مواجهات الحديدة على حياة 1,600,000 شخص، والأمم المتحدة تقول إن الاحتجاز التعسفي أصبح مشكلة مزمنة في مصر. في فلسطين، هيومان رايتس ووتش تقول إن سلطات الاحتلال ترتكب ما يبدو أنها جرائم حرب في قطاع غزة. وفي السعودية، عام السجون والإعدامات في المملكة. في الولايات المتحدة، السلطات الأمريكية تفصل أكثر من 2,000 طفل عن ذويهم المهاجرين خلال 6 أسابيع. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مجددا في برنامج حقوق الناس الذي توقف خلال شهر رمضان المبارك. حقوق الناس يسلط الضوء على أبرز التطورات الحقوقية في العالم العربي والعالم، والبداية هذا الأسبوع من اليمن، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تصاعد القتال حول مدينة الحديدة سيؤثر على حياة وصحة 1,600,000 شخص في المدينة وضواحيها، كما سيؤثر على حياة الشعب اليمني على نطاق أوسع، على اعتبار أن ميناء الحديدة هو الشريان الأساسي للحياة في البلاد. ولفت البيان أنه يتم جلب أكثر من 70% من جميع المواد الغذائية والأدوية الأساسية في البلاد من خلال هذا الميناء. كما دعا البيان شركاء المنظمة الأممية، دعا جميع أطراف النزاع لحماية الميناء والسماح لهم بأداء عملهم المتواصل، كما دعا إلى حماية العاملين في الصحة ومرافقهم من الأذى، وكذلك دعا لضمان الوصول إلى الفرق الطبية التي تسعى إلى علاج الجرحى. معي لتسليط الضوء على آخر التطورات الحقوقية والإنسانية في الملف اليمني الناشط الحقوقي اليمني ورئيس المركز الخليجي للدراسات الدكتور علي سيف. دكتور سيف، أرحب بك في هذه الحلقة من حقوق الناس. بداية، وأنتم تتابعون ما يجري في مدينة الحديدة من قتال متواصل، هل هناك صورة مبدئية للتقييم الحقيقي لآثار القتال المستمر على المدنيين في الحديدة وضواحيها؟ والله يا أخي، هناك تضارب في الأخبار، لكن المعلومات التي لدينا أنه حتى الآن حوالي 10,000 أسرة نزحت من الحديدة وخرجت خارجها، وبعضها جاءت إلى أماكن تعتقد أنها آمنة حاليا في الحديدة. حاليا معظم يعني العمليات القتالية متركزة حول مطار الحديدة. حقيقة الوضع الإنساني يعني يكاد يكون كارثي حاليا، وأعتقد أنه سيكون كارثي لا شك خلال الأيام المقبلة، لأنه أخي الكريم هناك حرب لا تأخذ في الاعتبار الأمور الإنسانية للأسف الشديد. هناك ميناء المخا والذي استولت عليه قوات التحالف العربي قبل حوالي أكثر من سنة، وكنا نأمل أنهم يؤهلوا هذا الميناء حتى يكون بديل لميناء الحديدة من ناحية استقبال المساعدات والإنسانية والمؤن، لكن للأسف الشديد يعني هناك استراتيجية متعمدة من دول التحالف بعدم تأهيل هذه الموانئ وحتى ميناء عدن. فهل هناك خشية يا دكتور سيف من أن مصير المخا وعدن كموانئ ربما يكون هو مصير ميناء الحديدة، على الرغم من أن الأمم المتحدة تقول أن الحديدة تستقبل في مينائها أكثر من 70% من المواد الإنسانية القادمة إلى اليمن؟ هو للأسف الشديد الأمم المتحدة لعبت دور في هذا أيضا فيما يحصل يعني في اليمن، لأنها كانت تضغط على دول التحالف أن يبقى ميناء الحديدة الميناء الوحيد الذي يستقبل المعونات و يعني الشحن التجارية، وهذا الصراحة كان خطأ، كان لابد من إيجاد بديل
قبل، لانه شوف المعركه الجميع كان يعرف انه معركه الحديده هي قادمه لا محاله. لا يتوقع الانقلاب الحوثي ان يكون في اي مدينه ياخذها وهو امن. لن يكون الحوثيين امنين في اي مكان في اليمن. يعني ستطالهم الحرب، وحتى وان كان هناك يعني وجهات نظر مختلفه في موضوع الحرب وما يجري في اليمن حاليا، لانه حتى الحديده الان القوات التي تقاتل في الحديده هي قوات معظمها يعني او كلها تقريبا ولا اهل الامارات. والشيء المؤسف جدا انه حتى قوات طارق محمد عبد الله صالح هي ايضا مشاركه بفعاليه فيها. ولكن هل هناك خشيه الان ان السيطره على الميناء ستؤدي الى تعطيل عمله الانساني والاغاثي؟ انا اعتقد لو ان العمليات يعني تم حسمها بسرعه فلن يكون هناك مشكله، لانه هناك باخرتين يعني اعتقد انها انزلت مؤن تكفي لشهر لحوالي 6 مليون يمني او على وشك انزال يعني لمده شهر. يعني اذا تم التسريع في الحرب فلا اظن سيكون هناك يعني. لكن اخي على ما نراه الان الامارات العربيه المتحده كما شرحت لك هي لا يهمها الشعب اليمني ولا يهمها ان جاع او مات من الجوع او ماذا يحصل للشعب اليمني. ولا اعتقد ان هذا الموضوع ايضا يهم دول التحالف، وقد اثبتت الحرب لنا خلال يعني ثلاث سنين واكثر انهم لا يهمهم مصير الشعب اليمني وماذا يحصل له. يعني الان المجاعه انتشرت، الكوليرا، الدفتيريا، الشعب اليمني لم يتم اغاثته ولم يتم يعني مساعدته بالطريقه المطلوبه للاسف الشديد. كانت القنابل اكثر كرما من المواد الغذائيه والدوائيه للاسف. طيب ابقى معي دكتور سيف، ايضا نبقى في الحديده وضواحي الحديده، حيث اعربت الامم المتحده لمنظمه الامم المتحده للطفوله يونيسف عن قلقها البالغ ازاء تهديد حياه اكثر من 300 الف طفل يعيشون في الحديده والمناطق المحيطه بها. تقديرات اليونيسف اشارت الى ان ما لا يقل عن 300 الف طفل يعيشون في هذه المدينة الساحلية والمناطق المحيطة بها، وأن جميع هؤلاء يعانون بشدة منذ فترة طويلة بالفعل. وحذرت من أن ملايين الأطفال في أنحاء اليمن يعتمدون على السلع الإنسانية والتجارية التي تأتي من خلال ذلك الميناء كل يوم، وذلك لكي يبقوا على قيد الحياة. ودون تلك الواردات الغذائية فإن الأزمة الغذائية والتي تشكل إحدى أسوأ أزمات سوء التغذية في العالم سوف تتفاقم. مرة أخرى سيد علي سيف، الخطر الآن يشمل الأطفال في الحديدة وضواحيها. ما تأثير انعدام استيراد الوقود عبر هذا الميناء، انعدام ضخ المياه للمناطق المحيطة بالحديدة على حياة الأطفال؟ أخي كما تعلمون أن حوالي 3000 شخص قد يعني توفوا من مرض الكوليرا، وهناك أكثر من مليون شخص يعاني من هذا المرض في اليمن. أعتقد أنه إذا حصل هناك أي يعني وقف لإمدادات المياه الصحية والمواد الطبية فهذا سيؤدي إلى كارثة أكبر بكثير مما هي حاليا الآن. أعتقد أن على العالم وعلى المنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يلزم الطرفين المتصارعين، ولو أنه أنا أستخدم كلمة طرفين بين قوسين، لأن هناك طرف انقلاب يجب التخلص منه في اليمن وهم الحوثيين الذين استولوا على السلطة بطريقة غير شرعية أصلا، ولا يوجد لهم أي صفة قانونية بأن يأخذوا الحكم في اليمن. وبين دول التحالف، وأقول دول التحالف أيضا لأنه لا نرى نحن وجود للشرعية، الحكومة الشرعية. الحرب الجارية الآن كما شرحت في الحديدة هي بين الإمارات العربية المتحدة ووكلائها في اليمن. طيب ولكن إنسانيا دكتور علي سيف، ونبقى في الموضوع الإنساني والحقوقي، الأمم المتحدة عبر منظماتها المختلفة عليها مسؤولية مشتركة. الأمم المتحدة عندما تقول أن هناك مشكلة مياه سوف تكون بعد السيطرة على ميناء الحديدة، ما دور هذه المنظمة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية للحد من هذه الكارثة الإنسانية؟ يا أخي الأمم المتحدة تقول وكم قالت القضية الفلسطينية يعني أكثر من 70 سنة ولم تحل، والأمم المتحدة تقول ثم تقول. هناك يا أخي أطراف في مجلس الأمن، دول قوية
أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدعم الإمارات في استراتيجيتها وفيما تعمل، وكما شرحت لكم في برامج سابقة هناك خطة كبرى تدور الآن حول المنطقة، حول السيطرة على المنطقة. وأعتقد أيضا أنه يعني الصراع ما يسمى بالصراع التجاري الصيني الأمريكي حاليا أيضا له دور، فهناك محاولة للسيطرة على المياه في العالم، حتى يعني كل دولة تقول للأخرى تضغط عليها وتقول نحن هنا ونحن طيب نستطيع. ولكن مرة أخرى دكتور علي سيف، أرجوك نبقى في الملف في الناحية في النواحي الإنسانية والحقوقية. الأمم المتحدة موجودة في اليمن، مدينة الحديدة هي الميناء الرئيسي. طيب خلال هذه الفترة الطويلة والتي تمتد حتى الآن من سيطرة الحوثيين على هذا الميناء، هل كان وضع الأطفال أحسن؟ والله يا أخي لم يكن وضع الأطفال جيد منذ أن بدأت الحرب، وحتى من قبل الحرب كانت اليمن هي من أكثر الدول فقرا في العالم، والحرب هذه جاءت لتزيد الطين بلة كما نشرح إحنا كما نقول في المثل، يعني زادت الأمور سوء. أيضا حرب الحديدة الآن ستسبب كارثة غير مسبوقة في اليمن. من الناحية القانونية أخي، هناك الحكومة الشرعية اليمنية أعلنت أنها يعني تأييدها لمهاجمة الحديدة رغم أنها لم تشارك على الأرض. إذا هي قانونية بالنسبة للحكومة الشرعية لأنها تريد أن تخلص الحديدة من الانقلاب الحوثي. لكن أخي من الناحية القانونية الدولية أيضا كما شرحت لك على جميع الأطراف مراعاة الأمور الإنسانية وعدم استغلال الأمور الإنسانية والمدنيين في الحرب من أجل تحقيق مكاسب. وما نراه الآن حاليا كما شرحت أن الطرفين حاليا لا يفترثوا بالأمور الإنسانية، لا يريدوا إلا أن يحققوا يعني مآربهم، وهذا للأسف الشديد يعني هذه مشكلة حقيقية. الآن نحن نطالب مجلس الأمن ونطالب الأمم المتحدة أن تضغط على جميع الأطراف أن يوقفوا الحرب لفترة معينة ويسمحوا لدخول يعني المواد الإغاثية والإنسانية لفترة تكفي. لا يبدو أن هذا المطلب على الأقل حسب المعطيات الراهنة سيجد أذانا صاغية، لأن ممثل الأمم المتحدة غادر صنعاء أمس خالي الوفاض وعاد بخفي حنين. الآن مدينة الحديدة مرة أخرى من الناحية الحقوقية ما زالت تسيطر عليها قوات أنصار الله الحوثية. رابطة الأمهات في محافظة الحديدة ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإنقاذ حياة المئات من المعتقلين والمختفين قسريا في سجون الحوثي. الرابطة قالت إن المئات من أبناء هذه المحافظة محتجزون في سجون القلعة والساحل والبحث الجنائي والعشرات من السجون السرية، ويواجهون خطر الموت بسبب تواجدهم على مقربة من المواقع التي تستهدفها طائرات التحالف العربي. كيف تنظر لهذه المأساة الإنسانية لهؤلاء المعتقلين ومن يتحمل مسؤوليتها؟ طبعا الحوثيون استعملوا نوع من القمع غير مسبوق في تاريخ اليمن من أجل يعني تشديد قبضتهم على الحديدة، وهذا ما تم لهم حقيقة. لكن للأسف العالم لم يسمع ولم يكترث بما يعانيه أهالي الحديدة، ولا أعتقد حتى للأسف الشديد حتى حكومتنا الشرعية كانت غائبة عما يحدث في الحديدة. وهذه المعركة أخي تأخرت كثير حقيقة، لكن الآن وقد بدأت. يعني نحن نطالب الحكومة الشرعية ودول التحالف بسرعة تحقيق الأهداف، لأنها إن لم تحقق الأهداف فسيعاني المدنيين. لكن نحن لا نرى أن الأهداف ستتحقق طالما أن من جاء ليهاجم الحديدة هي فئات معينة من يعني وكلاء الإمارات في اليمن، ومن ضمنهم أزلام النظام السابق ممثل بطارق محمد عبد الله صالح. يعني لو كان دخلت الحكومة الشرعية بقوة والمقاومة الشعبية اليمنية لكان الوضع قد تغير، كانت حسمت من يومين الحرب في الحديدة. لكن كما شرحت لك هناك اختيار وانتقائية، وحصل كما حصل في عدن الآن يحصل مشاكل، وحصلت في مناطق تحصل في تائج ومناطق كثيرة لم تحسم الحرب بسبب هذه. دكتور علي سيف أشكرك شكرا جزيلا، الناشط اليمني رئيس المركز اليمني للدراسات.